حبايبي طلبة برايمري 4، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا مع بعض نراجع منهج الترم الاول ونحل شيت فيوتشر. هتلاقوا على القناة موجود حل شيت المتميز، شيت قوي جدا وهيفيدكم. يلا بينا نبدأ مع بعض. Number one, choose the correct answer. Million is the smallest number formed from 7 digit. طيب احنا بننساها ومش عارفينها، اكتبوا المليون اهو، مليون. طيب نعد كده الديجيت هنلاقيهم 7 ديجيت. The place value of the digit 6، فين ال 6 عندي؟ اهو اندرلاين تحت ال 6 كده. ال 6 ده موجود فين؟ والله ال 6 هنا موجود في بيريود ال 1000، البيريود الأولانية دي هي بيريود ال 1 ودي بيريود ال 1000، هو موجود في ال 1000، يعني ال 1000، 1000 كتب 1000 أو 1000. The quotient of 55 divided 5. 55 divided 5 هلاقي 5 divided 5 equal 1 و 5 divided 5 equal 1. لما نلاقي ال divisor ال dividend بتاعه هو نفسه حصل repeated 2 times، يعني 5 بقى 5 وجنبه 5 كمان، نعرف ان ال quotient equal 11. The identity number of multiplication، وناخد بالنا كويس قوي هو بيقول لنا multiplication ولا بيقول لنا addition. المultiplication الidentity هو ال1، أما الaddition هو الزيرو. ليه؟ هو الidentity ده معناه ايه؟ الidentity يعني العنصر المحايد، يعني ايه برضو؟ يعني النمبر اللي بعمله plus أو multiplication هيديني the same result. تعالوا كده، ايه في المالتيبليكيشن؟ النمبر اللي انا لو عملت له تايمز هيديني ذا سيم ريزلت، اي نمبر تايمز 1 ايكوال ذا سيم ريزلت. فعشان كده الايدنتيتي في المالتيبليكيشن هو ال1، لكن في الاديشن عشان يطلع لي ذا سيم ريزلت هعمل له بلس 0. اني نمبر بلس 0 ايكوال ذا سيم نمبر، فعشان كده الايدنتيتي element of addition أو additive identity هو zero. Two days equal hours. لما باجي أعمل convert حبايبي أول حاجة ببص عليها هو عايزها بإيه. هنا هو بيقول لك عايزها بالhours، أرجع بقى وأقول طب هو الday في كم hour؟ والله الday equal 24 hour، يبقى أنا slash كده على الday وأحط times 24. 2 times 24، 2 times 4 equal 8، و 2 times 2 equal 4، يبقى 48. A rectangle of length 5 cm with width 3 cm, then its area. أنا عارف الرول بتاع الـ area of rectangle equal length times width، يعني أنا هعمل الـ 3 والـ 5 times، يعني 3 times 5 equal 15 cm. The prime number between 30 and 35. The prime number between 30 and 35، أول number عندنا هو الـ 31. بعدي هلاقي 32. أي even number هو مش prime number، يعني أي even number هو مش prime number. إحنا عارفين إن ال even prime number الوحيد هو 2، فأنت أي even هيقابلك هتعديه، يبقى بعدها 32 مش معايا، بعدها 33. لا، ال 33 ال ones وال tens بتوعه equal 6، 3 plus 3 equal 6، يبقى خلاص ده موجود في time table 3، يبقى مش معايا. وبعدي ال 34، وطبعا ال 34 عندي هو even number، يبقى مش prime number، يبقى 31. Number 2 complete 17 divided 3. تعالوا كده time table المهم جدا اللي لازم نبقى متمكنين منه. ايه أقرب number right place 17؟ لو عملت له times، يعني لو عملت ال 3 times يديني number قريب لـ 17 بس يبقى أصغر منه. 3 times 5، 3 times 5 equal 15، يبقى أنا عندي الـ quotient 5 و 3 times 5 equal 15، يبقى فاضل كم من 17؟ 17 minus 15 equal 2، يبقى عندي remainder 2. يبقى أنا كده بدور على أقرب multiple للـ 17 وهو الـ 15، يبقى 3 times 5 equal 15. الريميندر بجيبه ازاي؟ 17 minus المالتيبل اللي انا جبته اللي هو ال 15 equal 2، يبقى انا عندي ريميندر 2. 4 كيلوغرام وعايزها بالجرام. انا اول حاجة ببص هو عايزها بايه. طيب الكيلوغرام في كام جرام؟ في 1000، يعني 4 دي هعمل لها times 1000، يبقى equal 4000. الاكسباندد فورم، احنا اتفقنا الاكسباندد فورم للنمبر معناها ايه؟ from the left كده والvalue بتاعت كل digit وما بينهم plus. ال 7 ادي ال 7 اهو، يبقى هكتب ال 7 وكل النمبرز اللي بعدها 0 دي الفاليو بتاعتها. طيب ال 3 هكتب ال 3 وكل النمبرز اللي بعدها 0،
طيب الفور هكتب الفور وكل النمبرز اللي بعدها زيرو، الزيرو ما بكتبهاش، الفاليو بتاعتي زيرو ايكوال زيرو في اي مكان ايكوال زيرو. طيب التو، التو بعدها تو زيرو، الايت، الايت بعدها زيرو، السكس مش بعدها حاجة يبقى الفاليو بتاعتها سكس. هنا بيقول لي 8710، التنس حبايبي معناها زيرو، قلت كذا مرة التنس زيرو، الهندرد ده تو زيرو، الثاوزند ثري زيرو، بتنساها اكتب كده تنس فوق كلمة تنس فيها كام زيرو، زيرو، يبقى الزيرو ده سلاش مع الزيرو ده عشان ما بينهم ايكوال، يعني كأنك بتعمل ديفايدد على تن ديفايدد باي تن، يبقى الزيرو هيروح مع الزيرو، يبقى اللي بيتبقى عندي بكتبه اللي هو 870. طيب 2 تايمز 45، 2 تايمز 5 ايكوال 10، 0 كاري اب 1، 1 ده في مخك. بعد كده 2 تايمز 4 ايكوال 8، 8 بلس 1 ايكوال 9، يبقى انا بعمل 1 تايمز 1، بعد كده 1 تايمز 10. نمبر 6، a square its side length is 8 سنتيمتر، عايز الاريا. والله انا عارف ان الاريا of a square ايكوال side تايمز side. الرولز مهمة يا ولاد، وهتلاقوني في شرح الليسون ده شرحلكوا أصلا استنتجنا الرولز إزاي، قلتلكوا ما تحفظوش، استنتجناها يبقى فهمناها يبقى حفظناها وعرفناها. يبقى side times side يعني 8 times 8 equal 64، وما ننساش اليونت سنتيمتر سكوير. round the number to the nearest 100، فين ال 100 عندي؟ ال 100 اهو underline تحت ال 100، بص على right of the number 7 هيعمل ايه في ال 8؟ هيعمل له carry up 1. يبقى انت كل اللي هتعمله ايه؟ بتكتب النمبر from the left عادي خالص لغاية ما توصل للنمبر اللي انت حط تحتيه underline، هتكتبه زي ما هو ولا carry up 1؟ قلنا carry up 1 عشان ال 7 هتعمله carry up 1 لانها greatest greater than 5. يبقى ال 8 هنا هتكون 9، وصلنا للي تحتها underline، كل اللي بعدها 0. The composite number of the following، طبعا composite يعني عنده more than 2 factor، فين هنا هلاقيه 9؟ ليه؟ عشان موجود في time table غير نفسه اللي هو time table 3، فعشان كده هو composite. طيب هنا 80,000 و 800,000، عشان ما تتلخبطش شيل ال 100 وحط 2 0 زي ما قلت لكم من شويه. ايه اللي حصل؟ لقينا بقى عندي النمبر اهو 4 0 وهنا 4 0 يعني ايكوال. طيب انا هنا عندي بلس 0 يبقى دي على طول ايه؟ الاديتيف ايدنتيتي. طيب ذا نمبر ويتش از 4 تايمز اوف 3، ذا نمبر از يعني عايز المالتيبل الريزلت اهو، كاني بقول اي اس يعني اي ايكوال 4 times 3 equal 12. The number is a factor of 12. ايه الفاكتور عندك؟ فاكتور لل 12. ايه النمبر هنا اللي فاكتور of 12؟ فاكتور of 12 يعني النمبر ده تعمل له times factor تاني هيديك 12، يعني 12 هنا multiple، يبقى النمبر هو ايه؟ 6، لان 6 times 2 equal 12، يبقى 6 ده is a factor of 12. 423 سنتيمتر equal، وعايزها بالمتر، بص كده في التشوزز هتلاقوا عايزها بالمتر وبالسنتيمتر. والله انا عارف ان المتر equal 100 صح، المتر equal 100 سنتيمتر، يبقى انت هتاخد النمبر اللي في ال 100 يعني 4 متر، والباقي عندك هم بالسنتيمتر، دور عليها كده هتلاقيها letter C. The smallest odd prime number، the smallest odd هو 3، وقلنا 3 عشان قالك odd، لكن لو كان قالك the smallest prime number كنا هنقول على طول 2. Answer the following question، find the greatest common factor between 12 and 18. ناخد ال 12 وناخد ال 18 ونجيب لها الفاكتورز بتاعتها. ادي 12 اي number، اول حاجة بكتبها ال 1 و itself، اي number عنده factors 1 و itself يبقى 1 times 12. النمبر even يبقى عنده factor 2 اهو بالترتيب اهو، 2 times 8 2 times 6 12 مش موجودة في time table 3 يبقى 3 times 4. انا كده جبت الفاكتور بتاعت ال 12. طب تعالوا كده للفاكتور بتاعت ال 18، قلنا اول حاجة ايه؟ ال 1 and itself صح؟ يعني ال 1 وال 18، ال 18 even يبقى 2، 2 times 8 2 times 9، ال 18 موجود في time table 3 3 times 8 3 times 6. طيب يبقى انا كده جبت الفاكتور بتاعت ال 12 اللي هي equal 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12، وجبت الفاكتورز بتاعت ال 18 اللي هي ال 1
و2 و3 و6 و9 و18. يبقى أنا من هنا قدرت أجيب الـ common factor. فين الـ common factor؟ وإيه هي الـ common factor؟ الـ factor اللي موجودة فوق وموجودة تحت، عندي الـ 1 والـ 2 والـ 3 وعندي الـ 6. يبقى أكتب له كده 1 و2 و3 و6. يبقى من هنا الـ greatest common factor إيه؟ هو أكبر common factor عندي، يعني الـ 6. A rectangle of length 7 meter and width 5 meter. Find its parameter. احنا اتفقنا الـ parameter of rectangle، فاكرين؟ واستنتجناها في الفيديو ازاي نطلع الـ parameter of rectangle، وقلنا ان هو عبارة عن 2 times، ده الرول بتاعه على طول، length plus width يعني equal 2 times. اللينث عندي ب 7، 7 plus 5 يبقى equal 2 times 7 plus 5 equal 12، 2 times 12 equal 24 meter. Number 3، أنا هنا عندي بار موديل. أول حاجة ببص عليها هي الإكويشن. الإكويشن عندي الأوبريشن فيها إيه؟ بلس. اتفقت معاكم إن في البلس التوتال هو اللي بعد الإيكوال. طب لو كانت ماينس التوتال بيبقى إيه؟ أول رقم. طيب هنا بلس، يبقى التوتال بعد الإيكوال التوتال بحطه فوق، وواضح جدا أهو هو الريكتانجل الكبير، يبقى هو اللي هحط فيه التوتال، وتحت هحط الإكس وهحط النمبر التاني بأي ترتيب، ده هنا أو ده هنا مش هيفرق. وهاخد بقى الإكس، بما إني عرفت إن الإكس بارت يبقى الإكس إيكوال إيه؟ التوتال ماينس البارت. أكيد أنا هجيب الصغير، يبقى أكيد الصغير ده إيه؟ التوتال الكبير ماينس البارت التاني الصغير، وهبتدي أعمل عملية الماينس. 4 ماينس 5 ما ينفعش، لازم يا حبايبي اللي هنا يبقى أكبر. 4 ماينس 5 هيبقى 14 على طول، ماينس 5 إيكوال 9. الـ 2 دي بقت 1، 1 ماينس 6 ما ينفعش برضه، هتبقى 11، 11 يعني 3 دي بقت 2، 11 ماينس 6 إيكوال 5. 2 minus 8 برضو مش هينفع، يبقى اللي جنبها بقت 8 وهي بقت 12. 12 minus 8 equal 4. 8 minus 5 equal 3. و 2 minus 2 equal 0. يبقى 3459. هنيجي بقى على الإكزامبل اللي بعده، وهنعمل اللونج ديفيجن أهو. 968 divided 2 بكل سهولة كده بالراحة خالص، عشان انتوا أول مرة تاخدوا اللونج ديفيجن بالراحة خالص وستيب باي ستيب. بنشتغل ازاي؟ from the left digit digit. اهو أول حاجة عندي 9 divided 2، أول حاجة بعملها حبايبي divided، بعد كده بعمل times، بعد كده بعمل minus. 9 divided 2 equal 4، الـ 4 تتكتب فوق الـ 9 على طول، وعملت divided اعمل الـ times بقى، 4 times 2 equal 8، وبعد كده هعمل الـ minus. 9 minus 8 equal 1. أنا دلوقتي خلاص خلصت أول step، هعمل إيه بعد كده؟ الـ 6 اللي عليها الضرب تنزل، 16 divided 2 equal 8، الـ time table. 8 times 2 equal 16، هعمل لهم minus هيبقى equal 0، ال 8 عليها الدور هتنزل، 8 divided 2 equal 4، ملاحظين كل number بيتكتب فوق النمبر اللي تحته، 2 times 4 equal 8، يبقى أنا عندي 8 minus 8 equal 0، يعني أنا الكوشنت تطلع لي كام؟ 484. بيقولي the value of the digit 8، الديجيت 8 أهو underline تحت الـ 8 على طول، الـ value بتاعته يعني بتكتب الـ 8 وكل اللي بعده 0 الـ value. خد بالك وكويس أوي ما تتلخبطش ما بين الـ value والـ place value، أنت بتاخدها من السنة اللي فاتت. الـ value يبقى 8 مليون. letter C، round to A nearest مليون، دور على المليون على طول اللي هو إيه؟ اللي هو الـ 9. to the nearest million حطيت underline تحت الـ 9، بص على يمين الـ number الـ on the right 0. الـ 0 هيعمل إيه في الـ 9؟ ولا أي حاجة، هيخليه زي ما هو، يعني الـ 9 هيكتب وكل اللي بعده 0. يبقى letter A is a factor of 27. is a factor of 27 يعني number لو عملت له times في number تاني هيديني 27، يعني 27 ده ايه؟ multiple result. تمام، فين number هنا اللي لو عملت له times في number يديني 27؟ هبص الاقي 9 times 3 equal 27، يبقى 9 ده factor of 27. ال additive identity element، ال additive identity يعني 0 على طول.
A square of parameter 24 سنتيمتر. Then its side. ال parameter of square هو عبارة عن إيه؟ 4 times side. يعني side equal إيه؟ parameter divided 4. ال parameter عندي 24. يبقى 24 divided 4 equal 6. يبقى letter D. هنا النمبر مديهولي وكاتب لي هنا تنس، اتفقنا تنس يعني فيها ايه؟ زيرو. زيرو انت عندك ما بين التو نمبر ايكوال، يعني بتعمل ديفايدد، يعني بتطير الزيرو مع الزيرو، والنمبر اللي بيتبقى بتحطه. هتبص كده هتلاقيه ليتر بي. طيب النمبر ده هتروح كده على جنب وتعمل لونج ديفيجن 4120 ديفايدد 8 ديفايدد 4 from the left to step by step 4 ديفايدد 4 equal 1 1 times 4 equal 4 وبعد كده اعمل ماينس 4 ماينس 4 equal 0 ماشي. بعد كده هتنزل ال 1 وخد بالك من البوينت دي عشان خاطر يا حبايبي خدوا بالكوا، نزلت ال 1 1 ديفايدد 4 ايكوال 0 عشان ال 1 سمولر ذان 4، اوعى تنزل ال 2 من قبل ما تكتب ال 0. نزلت ال 2 اهو، هقول بقى 12 ديفايدد 4 ايكوال 3 عشان 3 تايمز 4 ايكوال 12، 12 ماينس 12 ايكوال 0، في 0 اهو في الاخر، لازم تقول 0 ديفايدد 4 ايكوال 0، اوعى تنسى ال 0 ده ما تكتبوش. يبقى ال 0 في الاون ذا ليفت هو اللي ملوش فاليو ملوش قيمه، لكن لو موجود في النص موجود في الاخر لازم يتكتب. يبقى هبص كده الاقيها ليتر سي. كومبليت 73 تايمز 8 ايكوال 484، زين 484 divided it equal أكيد 73. These are relation between division and multiplication. الموضوع سهل خالص. هنا المالتيبل ده اللي هو result بيبقى في division هو الديفيدند. 3 days فيها كام hours؟ اتفقنا لما بنيجي نعمل convert بنعمل ايه؟ بنبص هو عايزها بإيه الأول، وبسأل نفسي هو الدي في كام hour؟ في 24، يبقى times 24 على طول. يبقى 3 times 4 equal 12, 2 carry up 1, 2 times 3 equal 6, 6 plus 1 equal 7. طيب الـ expanded form حليناها من شوية، قلنا بنعمل إيه from the left؟ بنجيب الـ value بتاعته، أدي 7 أهو، وبنحط كل اللي بعده 0، ده الـ value بتاعت الـ 7 is 3، وكل اللي بعده 0، الـ 4 وكل اللي بعده 0. طيب الزيرو الفاليو بتاعته زيرو ما بنكتبهاش، التو كل اللي بعده زيرو، والايت واللي بعده زيرو، والسكس دي طبعا كانت موجودة فوق واتكررت. The common multiple of all number is zero، وما ننساهاش ليه؟ عشان الزيرو times any number equal zero. The common multiple of all number is zero. The common factor of all number is one. انا هنا عندي order of operation سهلة خالص، plus و times. طبعا انا عارف ان times الاول، يبقى هنزل البلس زي ما هي عشان ما تلخبطش. و 4 times 3 equal 12، 10 plus 12 equal 22. number 6 3610 وعايزها بال 100، هعمل ايه؟ ال 10 يعني فوقيها 0، وال 100 يعني فوقيها 20. ال 20 دول هطيرهم مع ال 20 دول، واللي بيتبقى بحطه بس كده بكل سهولة. the divisor in، الديفايزر هو النمبر اللي بعد الديفايدد يعني ال 4، ده يا حبايبي الديفيدند اللي بعد الديفايدد هو الديفايزر، اما الريزلت عندي ده فهو الكوشنت. 2 liters equal كام مليليتر؟ انا عندي هعمل هنا عايزها بايه؟ بالمليليتر. اول حاجه بسالها لنفسي عايزها بالمليليتر، هسال بقى الليتر equal كام مليليتر؟ equal 1000، يبقى 2 times 1000 equal 2000. area of square whose side length is 3، الarea of square equal e side times side، يعني number ده هعمله times by itself، يعني 3 times 3 equal 9. طيب 15 plus 0 دي طبعا ال additive identity عشان شفنا الزيرو. number 4 7 plus 7 plus 7 plus 7، فاكرين دي اللي خدتوها السنة اللي فاتت في primary 3، اللي هو ازاي عرفنا موضوع المالتيبليكيشن او ازاي اكتشفناه؟ ان انا عندي نمبر بيحصله ريبيتد اديشن، بعمل ايه؟ باخد النمبر ده اللي بيحصله ريبيتد اديشن وبشوف هو حصله ريبيتد اديشن كام مره، 1 2 3 4 يعني تايمز في النمبر اوف ريبيتد ليتر بي. النمبر ده سمولر زين اصغر من انهي نمبر؟ دول كده هلاقي ليتر سي. طبعا النمبر ده اصغر منه، هلاقي كل النمبر سمولر ذان النمبر اللي مديهولي، ده النمبر الوحيد اللي بيجر ذان 59764. 7000 جرام وعايزها بالكيلوغرام. انا هنا هعمل convert from smallest unit to greatest، from smallest بعمل divided،
طيب ال divided هيكون ايه؟ والله الكيلو جرام equal 1000، يبقى انا هعمل divided 1000 يعني equal 7. وخد بالك لو بتتلخبط، انت عندك الكيلو جرام هو اللي equal 1000، يعني اللي هو عايزه هو اللي equal 1000، فعشان كده هنعمل divided. وفي تيبل كده بتاع التحويلات انا قلته في الفيديو بتاع شرح الكونفرت، مهم جدا جدا للاولاد اللي بتنسى وبتتلخبط في التحويلات، ارجعوا له هيفيدكم جدا. نمبر 7، 25 times 3. 3 times 5 equal 15، carry up 1, 2 times 3 equal 6, plus 1 equal 7, يبقى 75. Answer the following question. Find the greatest common factor of 6 and 9. تعالوا كده على 6 ونجيب لها الفاكتورز. 1 times 6 قلنا أي number عنده 2 factors, ال 1 and itself. ال number even يبقى عنده factor 2, with 2 times 3 equal 6. طيب ال 9, ال 9 عنده factor برضو ال 1 وال 9. طيب ال 9 عنده factor 3 times 3، يعني أنا هنا عندي 6 عندي الفاكتورز بتاعتها 1 2 3 and 6. طيب وال 9 عندي الفاكتور بتاعتها ال 1 وال 3 وال 9، الفاكتور الريبيتد بنكتبه مرة واحدة، يبقى أنا من هنا عندي فاكتورز إيه؟ أهي الكومن أهي، هاخد كده وأكتب الكومن equal 1 and 3، يبقى هنا ال greatest common factor هو أكبر common اللي هو 3، يبقى ال greatest common factor equal 3. طيب بيقول لي a rectangle of length، مديني ال length بتاعه، مديني ال width، وعايز ال parameter. احنا لسه قايلين فوق ان ال parameter of rectangle equal ايه؟ ال rule بتاعها equal 2 times ال length plus width، يعني equal 2 times 8 يعني equal 16 meter. طيب هنا number 3 عايز الكي، والله الكي موجودة فوق وهو اهو حطيتها لك على البار موديل، يبقى الكي دي هي التوتال، وبما انها التوتال فانا هعمل بلس لتو نمبر، يعني هعمل 423 بلس 156، يبقى هعمل 1 بلس 1 3 بلس 6 ايكوال 9 و 5 بلس 2 ايكوال 7 و 4 بلس 1 ايكوال 5. طيب هنا عندي 753 ديفايدد 3، هاجي كده واعمل اللونج ديفيجن 753 ديفايدد 3. اشتغلنا اللونج ديفيجن من شويه وقلنا ستيب باي ستيب فروم ذا ليفت، 7 ديفايدد 3 ايكوال 2، 2 تايمز 3 ايكوال 6، هعمل لها ماينس 7 ماينس 6 equal 1. بعد كده بنزل ال 5، 15 divided 3 equal 5، ال 5 اهي مكتوبة فوق ال 5، 5 times 3 equal 15، 15 minus 15 equal 0، يبقى هي steps بكررها، بعمل divided وبعدين times وبعدين minus، ونزل ال number اللي بعده وارجع واعمل نفس ال steps تاني، 3 divided 3 equal 1، 1 times 3 equal 3، 3 minus 3 equal 0، يبقى انا هنا عندي ال quotient 251. Choose the correct answer. أنا هنا عندي order of operation، عندي times بعدها minus بعدها plus. أنا هشتغل times الأول عشان ال order of operation، اتفقنا إن أنا عندي parentheses بعدها times or divided أيهم جاي الأول، بعدين plus or minus أيهم جاي الأول. 5 times 6 equal 30، بعد كده هقول minus 4 plus 3، يبقى 30 minus 4. أنا عندي الماينس والبلاس ليهم نفس الأولوية، بشتغل اللي جاي الأول from the left الأول، 30 minus 4 equal 26، 26 plus 3 equal 29. letter C، the place value of the digit 5 in the number، underline تحت ال 5 أهو عشان ما تتلخبطش. ال 5 ده موجود فين؟ والله دي بريد ال 1، دي بريد ال 7، دي بريد المليون، يبقى letter B المليون. ال identity number of multiplication هو ال 1، وقلنا ما ننساش وما نتلخبطش، أما ال additive identity هو ال 0. النمبرز كده لما بيحصل لها تبادل معناها بيحصل لها ايه؟ commutative، يعني letter B. الكوشنت اوف لسه حلينها كانت equal 11، وقلت الديفايزر لما الديفيدند يبقى نفس الديفايزر حصل له repeated 2 times يعني 5 وجنبها 5، يبقى على طول الكوشنت هو ال 11. The side length of the square، مديك ال side length وعايز ال parameter، هو ال parameter of a square equal a equal 4 times side، يعني equal 4 times 4 يعني equal 16. number 7 عايزني اعمل minus 8 minus 6 equal 2،
5 minus 6 مش هينفع، لازم هنا حبايبي النمبر اللي هنا يبقى أكبر، يبقى 15، يعني ال 4 بقى 3 على طول. 15 minus 6 equal 9، 3 minus 5 بقى 13، و 6 ده بقى 5، 13 minus 5 equal 8، أحط الكما، و 5 minus 2 equal 3، هلاقيها letter A. Complete the number is 10 times the number 100,000. The number is يعني هو عايز هنا ايه ال product، يعني انت هتقول 10 times ال 100,000. 10 times 100,000 يعني هتزود 0 يعني هيبقى equal 1,000,000. 3 meters equal كام سنتيمتر؟ هو مديهالك بالمتر وعايزها بالسنتيمتر، عايزها بالسنتيمتر يبقى أنا هعمل times. ليه؟ لأن أنا هعمل convert from greatest unit to smallest unit، يبقى 3 times 100 يعني 300. 2 weeks equal كام days؟ الweek فيه 7 day، يبقى 2 times 7، 2 times 7 equal 14. A rectangle has، عندي rectangle مديني ال wide ومديني ال length، وعايز ال area، والله ال area of the rectangle equal width times length، يعني 4 times 6 equal 24 centimeter square. The factor of 15، ادي ال 15 اهي، وتعالى نجيب لها ال factor بتاعتها. ال 15 عندها factor 1 و itself، ال 15 موجودة في timetable 3، يبقى 3 times 5 equal 15. في factor تانية لا، يبقى ال factor 1 و 3 و 5 و 15. طيب 90,000 جرام وعايزها بالكيلو جرام، والله الكيلو جرام equal 1,000، شايف الكيلو جرام اللي عايزه هو اللي equal 1,000، يبقى هتشيل 3,0 والباقي هتحطه، يبقى لما يبقى اللي انت عايزه هو اللي equal لده يبقى هتعمل divided اهو بكل سهولة. النمبر ده times 100 يعني هتزود 2,0، ادي 2,0. 12 is times the number 3، 12 ال 12 ده is يعني equal، ال 12 equal كام times 3 equal 4، 4 times 3 equal 12. يقول لي choose the correct answer from chooses from choose given. A day and 5 hours equal كام hours؟ والله الday في 24 and يعني plus 5 يعني 24 plus 5 equal 29. طيب which number is a prime number؟ فين ال prime number يعني اللي عنده 2 factor؟ وهو ال 11. ال 16 even يبقى استحالة يكون برايم نمبر، ال 20 even يبقى استحالة يكون برايم نمبر. طب وال 1؟ ال 1 ده لا هو برايم ولا هو كومبوزيت، ودي معلومة لازم تبقوا عارفينها، يبقى على طول ال 11. وال even برايم نمبر الوحيد اللي عندنا هو ال 2. 1 لتر and 500 مليلتر عايزها بالمليلتر، الليتر في كام مليلتر؟ في 1000، يبقى اهو تايمز 1000 اهو، عشان الليتر هو اللي فيه كام مليلتر، بلس 500، يبقى 1000 plus 500 equal 1500. F 600 divided 60 equal 10. عايز الديفايزر، والله الديفايزر هو اللي بعد divided على طول، يعني 60. Rounding to the nearest million، فين المليون دور عليه؟ اهو ال 2. بص على يمينه ال 5، هيعمل ايه في ال 2؟ هيعمل له carry up 1. اجري كده واكتب النمبر لغاية ما توصل لل 2. خلاص انا عايز اكتب ال 2، لا ال 2 بقت 3، يبقى هكتب ال 3 وكل اللي بعدها 0، يبقى letter D. Find the greatest common factor of 12 and 18. تعالوا كده نكتب ال 12 وال 18 ونجيب لها الفاكتورز بتاعتها، وجبناها من شوية، قلنا 1 times 12، 2 times 6، 3 times 4، وجبناها بالديتيلز في أول الفيديو، وال 18 1 times 18، و 2 times 9، و 3 times 6. دي الفاكتورز بتاعت ال 12 وال 18. يبقى أنا عندي 12 أهو equal 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12، وعندي ال 18 equal كام؟ 1 و 2 و 3 و 6 و 9 و 18. يبقى أنا الكومن عندي إيه؟ عندي ال 1، عندي ال 2، عندي ال 3، عندي ال 6. يبقى من هنا ال greatest common factor هو أكبر common فيهم اللي هو ال 6. طيب find the product، هعمل ايه؟ 1 times 1، 3 times 6 equal 18، carry up 1، 3 times 4 equal 12، plus 1 اللي في مخك، دي بتسيبها في مخك، 3 times 4 equal 12، plus 1 equal 13، يبقى 138. Sarah has 5,764 pounds. She bought a watch for، يبقى ده هو اللي معاها، اشترت منهم ده 5,764
find how much money remained with her. يبقى هي معاها 5764. لما يقول لك هي معاها يبقى ده التوتال، اشترت منه يبقى minus 3212. همسك التو نمبر واعمل لهم minus 4 minus 2 equal 2، 6 minus 1 equal 5، 7 minus 2 equal 5 واحط الكما، و 5 minus 3 equal 2 وما انساش اليونت بتاعتي. The side length of a square is بديك ال side. Find its area and perimeter. والله ال area equal 5 times 5 side times itself يعني 25، وال perimeter والله ال perimeter of a square equal 4 times side يعني 4 times 5 equal 20 centimeter. Choose the correct answer. The smallest odd. odd the smallest odd prime number هو 3. قال لك odd يبقى 3، ما قال لكش odd يبقى 2 على طول. the quotient الكوشنت عندي اللي هو result 17. a rectangle of length مدين اللينث ومدين الويدث وعايز البارامتر، اتفقنا البارامتر equal a 2 times length plus width يعني 2 times 8 plus 5 equal 13 يعني 2 times 13 equal 26. هنبص كده في التشوز مش هنلاقيها، بس هي البارامتر equal 26. النمبر ده حصل له repeated multiplication قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 يبقى حصل له repeated 2 times 6 برضو مش موجود في التشوز. ماشي نمبر 5 بيقول لي round to the nearest 100,000. فين ال 100,000؟ اهي ابص على يمين الرقم to the right. التو هيعمل ايه في الفايف؟ مش هيعمل له حاجة، يعني انا هكتب الايت وهكتب الفايف وكل اللي بعده زيرو. هبص كده هلاقيها letter e. the smallest number formed from the digit the smallest number. بصوا كده على النمبر، طبعا اصغر نمبر هو الزيرو، اوعى تكتبه، هتكتب اللي بعده اللي هو التو. بعد التو بترجع تكتب الزيرو وتعمل ascending. بعد الزيرو هكتب ال 3 وبعدها ال 5 وبعدها ال 6 يبقى letter C. M plus 8 equal 17 يبقى ال M equal كام؟ في طريقة solve equation النمبر عشان يعدي ال equal بيعدي بال inverse. يعني ايه؟ يعني هو plus هيعدي ب minus، يعني 17 minus 8 equal 9 يعني letter B. طيب بطريقة البار موديل، بطريقة البار موديل انت عارف ان الام هنا هو بارت. ليه؟ لان ده addition فيبقى التوتال هو اللي بعد الايكوال. بما انه بارت هيبقى عبارة عن 17 minus 8 و 17 minus 8 equal 9. complete the following 3 hours فيها كام منت؟ والله الاور فيها 60 يعني 3 times 60. 3 times 60 3 times 6 equal 18 وهحط الزيرو. the common factor of all number طبعا هو ال 1. قلنا ال common multiple zero وال common factor ال 1. 700 times 7 7 times 7 equal 49 وعندي 2 زيرو هحطهم يبقى 4900. 8 meter and 45 سنتيمتر عايزة بالسنتيمتر. والله المتر فيه كام سنتيمتر؟ فيه 100 يبقى 8 times 100 الكما معناها بلس، يعني 800 بلس 45 يعني 845. طيب أنا هنا عندي order of operation، عندي إيه بقى؟ عندي divided، عندي parentheses، عندي minus. أول حاجة متفقين عليها ببص عليها هي إيه؟ البرانسيسز. يبقى هكتب كل اللي قبلها زي ما هو. 7 minus 1 equal 6 بعد كده minus 2. 24 divided 6 equal 4. 4 minus 2 equal 2. طبعا أنا عندي divided وعندي minus. في ال order of operation ال divided قبل ال minus يبقى 24 divided 6 equal 4 وبعد كده هعمل ال minus. طيب ال additive identity هو ال 0. اوعى تتلخبطوا ما بين ال additive identity و ال identity of multiplicative. the capacity of juice bottle is 1 liter and 500 milliliter. دي حليناها من شوية وقلنا ان الليتر equal 1000 milliliter يبقى 1000 plus 500 equal 1500 milliliter. طيب تعالوا كده نشتغل دي long division مع انها سهلة جدا وممكن نشتغلها كده. 280 divided 4 from the left step by step. 2 divided 4 equal 0 بعد كده هاخد اللي جنبها معاها. 28 divided 4 equal 7 7 times 4 equal 28 هعمل لهم minus يبقى equal 0. بقى عندي 0 ده اوعى تنساه. 0 divided 4 equal 0 يبقى عندي الكوشنت equal 70.
Choose the correct answer. 52 pounds distributed equally among 6 friends. Then the remainder is the remainder. والله ايه هو اقرب number 6 times في التايم تيبل بتاعك؟ المالتيبل بتاعه يبقى اصغر من 52. والله انا عارف ان 6 times 8 equal 48. يبقى ال 48 ده هو اقرب مالتيبل لل 52. يبقى الريميندر عباره عن ايه؟ الريميندر عباره عن 52 minus ال 48 يعني equal 4. letter B. which number is the greatest common factor of 12 and 6؟ طبعا انت هتاخد كل نمبر وتجيب له الفاكتورز بتاعتها، بس هتكون هي ال 6. ليه؟ لان انا عندي 2 نمبر، تمام؟ وعرفوا المعلومة دي ويا رب توصل لكم. أنت عندك 2 نمبر، الـ 6 هو فاكتور ليها، يبقى الـ 6 ده هو الـ greatest common factor. الـ 6 times 2 equal 12، معنى كده إن الـ 6 ده إيه؟ factor of 12، يبقى الـ 6 ده هو الـ greatest common factor. تعالى كده، آدي الـ 6 أهو، الفاكتور بتاعته إيه؟ أنت عارف إن هي الـ 1 with 6 والـ 2 with 3، صح؟ أهو. طيب ال 12 انت عارف ان الفاكتورز بتاعت ال 12 ايه؟ الفاكتور بتاعت ال 12 ال 1 وال 12 صح؟ وال 2 وال 6 صح؟ وال 3 وال 4. بص كده هتلاقي الكومن ايه؟ 1 و 2 و 3 و 6. يبقى ال greatest common factor طلع لك كام؟ 6. Which of the following represent the commutative property in addition؟ بص كده وندمر على الكوميتيتيف هنلاقيها letter B. two number اهم حصل لهم commutative يعني تبادل. طيب 423 لسه حلينها فوق بالميتر، يبقى انا هاخد النمبر اللي في ال 100 يعني 4 متر والباقي هو سنتيمتر. ليه؟ عشان المتر equal 100، فانت هتاخد النمبر اللي في ال 100. هبص كده هلاقيها letter C. طيب subtraction، عايز اعمل subtract. 3 minus 7 ما ينفعش، ما ينفعش اللي هنا يبقى اصغر منه، يبقى 13 minus 7 equal 6. طيب ال 1 ده بقى ايه؟ ال 1 ده بقى 0 عشان خدت منه 1 0، يبقى هياخد من ال 6 1 هو كمان هيبقى 10، يبقى 0 ده بقى 10. هياخد من ال 6 1 هيبقى 5، يبقى ال 0 ده بقى 10. 10 minus 4 equal 6. طب ال 5 minus 2 equal 3. هدور هلاقيها letter C. A rectangle its length is L والwidth W. What is the perimeter؟ والله ال perimeter of rectangle equal 2 times length plus width. هدور عليها كده، هو هدور عليها في التشوز مش هلاقيها، هي 2 times length plus width، ده الرول بتاع ال perimeter. طيب number 7. 5 liter و 400 milliliter. 4 liter و 200. هعمل بلس، بعمل بلس للسيم يونت. ما ينفعش ابدا اعمل بلس لليتر مع المليليتر، يعني انت عندك هنا مليليتر مع المليليتر اعمل له بلس، يبقى 200 بلس 400 equal 600 مليليتر، تمام؟ وعندك الليتر مع الليتر اعمل له بلس، 4 بلس 5 equal 9 liter. هدور كده الاقيها letter B. Answer the following question. بيقول لي إيه؟ بيقول لي divide. هاخد هنا وأعمل التايم تيبل 1695 وأعملها divided 5. 1 divided 5 equal 0. هاخد ال 6 اللي جنبها معاها. 16 divided 5 equal 3. 3 times 5 equal 15. وشرحنا اللونج ديفيجن بالراحة خالص وبالتفصيل. 16 6 minus 5 equal 1. بعد كده هنزل اللي عليه الدور اللي هو 9. 19 divided 5 equal 3، يعني 3 times 5 equal 15. هاجي بقى واعمل minus، 9 minus 5 equal 4. وبعد كده هنزل ال 5 عليها الدور، 45 divided 5 equal 9. 9 times 5 equal 45، اعمل لهم minus يبقى equal 0، يبقى انا الكوشنت عندي طلع 339. بيقول لي decompose، عايزني اعمل decompose للنمبر ده. والله decomposed لا، إما هتجيب له الإكسباندد فورم أو هتعمله decomposed بالطريقة التانية. وتعالى كده نعمل إيه هي الطريقة التانية؟ إن أنت هتعمل 7 times، ال 7 ده موجود فين؟ في المليارد، يبقى 7 times 1 مليارد. طبعا هو المكان هنا مش هيقضي، فتعالوا كده نكملها مع بعض تحت. بلس أنا عارف إن هنا الفور اللي عليها الدور، الفور موجودة فين؟ في ال 100 مليون، ادي ال 100 مليون هنا كده، وهنقول بلس ال 5. ال 5 موجودة فين؟ في ال 10 مليون، يبقى بلس 5 times 10 مليون. بلس ال 3. ال 3 موجودة فين؟ والله ال 3 موجودة في المليون، يبقى 3 times 1 مليون. بلس
الثري التانية موجودة فين؟ موجودة في ال 100,000، يبقى 3 times 100,000 plus السكس. السكس موجودة فين؟ السكس موجودة في ال 10,000، يبقى 6 times 10,000 plus الوان. الوان موجودة فين؟ الوان موجودة في الثاوزنت، يبقى 1 times 1,000 plus التو موجودة فين؟ التو موجودة في الهندرد، يبقى 2 times 100 plus الفور موجودة فين؟ موجودة في التن، يبقى 4 times 10 plus الوان موجودة في الوانس، يعني 1 times 1. بعد كده بيقول لي list the following lengths in an ascending order. هاخد النمبرز دي كده واعملها in ascending order. انا هنا عندي يعتبر اول حاجة ال 8 مليمتر، دي اصغر حاجة، وعندي بالمتر وبالسنتيمتر. تعالوا كده نعمل دي convert لا convert from سنتيمتر to meter. والله انا عارف ان المتر هو اللي equal 100، المتر هو اللي equal 100، يبقى divided 100 يعني هشيل 2 0 يعني equal 80 متر. انا هنا بقى عندي مليمتر و 8 متر و 80 متر و 8 كيلومتر. خلاص انا عارف ان ال 8 ملم دي the smallest unit، يبقى 8 ملم، واللي بعدها ايه؟ هيبقى 8 متر، عشان ال 8 متر smaller than 80 متر، يبقى اللي بعدها اكتب اللي هو مديهولك ال 8000 سنتيمتر، واللي بعدها اكبر حاجه طبعا اللي هو الكيلومتر، ده كيلومتر equal 1000 متر. طيب find the greatest common factor of the two numbers. عشان أجيب the greatest common factor لازم أجيب الفاكتور لكل number. ال 30، ال 30 equal إيه؟ 1 times 30. اتفقنا أول حاجة بكتبها هو ال 1 and itself equal 2 عشان هو even times 15 equal 3 عشان ال 1 plus 10 equal 3 يبقى 3 times 10 equal ال 1 بتاعه 0 يبقى هو موجود في time table 5 يعني equal، يبقى ال once بتاعه 0 وهو موجود في time table 5 يبقى 5 times 6. يبقى أنا كده جبت ال factors بتاعت ال 30. طب ناخد كده ونجيب ال factor بتاعت ال 45. قلنا أول حاجة إيه؟ 1 and 45. 1 times 45 equal 45. طيب عن ال number هنا odd يبقى ما عندوش factor 2. ال number ال 4 plus 5 equal 9 يبقى عنده factor 3 عشان ال 9 موجودة في table 3. 3 times إيه بقى equal 45؟ هلاقيها 3 times 15. طيب ال once بتاعه 5 يبقى هو موجود في time table 5 فعلا. 5 times 9 equal 45. هاجي كده وهكتب الفاكتورز بتاعت ال 30 والفاكتورز بتاعت ال 45. ال 40 ال 30 هلاقيها ال 1 وال 2 وال 3 وال 5 وال 6 وال 10 وال 15 وال 30. طيب ال 45 ال 1 وال 3 وال 5 وال 9 وال 15 وال 45. بصي كده على الكومن هتلاقي 1، هتلاقي 3، هتلاقي 5، هتلاقي 15. يبقى أنت هنا عندك ال greatest common factor هو أكبر common اللي هو equal 15. بعد كده بيقول لي answer the following questions. Choose the correct answer from this between brackets. 10 times 80 أهو 10 times combine the statement from the left step by step. وركزوا في الليسون ده عشان مكمل معاكم 5 و 6. 10 times the number 930 يعني 10 times 930 ادي ال 93 وعندي 2 0 هحطهم يبقى letter B. The area of rectangle whose length is 7 وال width بتاعه 3. والله ال area of rectangle equal A equal length times width يعني 3 times 7 equal 21. 5 liter and 2250 milliliter وعايزها بالمليليتر. الليتر فيه كام مليليتر؟ فيه 1000 يبقى times 1000. الكما معناها بلس يعني 5000 بلس 250 يعني 5250. عندك الزيرو يبقى دي على طول ال additive identity. عايز يعمل nearest to 1000، nearest to 1000 يبقى underline تحت 1000 اهو. ال number on the right هيعمل له ايه؟ ولا اي حاجة عشان هو smaller than 5 يعني انت هتكتب ال number لغاية ما توصل لل 3 وكل اللي بعدها 0 هلاقيها letter C. 2 days and 2 hour عايزها بايه؟ بال hour. ال day في كام hour؟ في 24 يبقى 2 times 24. 2 times 24 equal 2 times 4 equal 8 و 2 times 2 equal 4 plus 2. 48 plus 2 equal 50 يبقى 50 hours. The common factor of all number قلنا هو ال 1.
طيب 5 لتر and 312 مللتر، اتفقنا الليتر في ايه؟ في 1000، يعني بقى عندك 5000 والكوما بلس، يعني 5312 مللتر. A parameter of rectangle whose length 7 with width 5. البارامتر of rectangle equal a 2 times length plus width، يعني equal 2 times length plus width، يعني 7 plus 5 equal 12، يبقى 2 times 12 equal 24 سنتيمتر. طيب هنا بالكيلومتر وعايزها بالمتر، هو الكيلومتر في كم متر؟ في 1000، يبقى انت بقى عندك 4000 plus 120، يعني 4120 متر. The common multiple of all number اتفقنا ان هو 0. طيب ال factor of 12 جبناها كتير جدا في الفيديو ده، ال 12 هو 1 and itself، اي number ال factor بتاعته 1 and itself، ال number even يبقى عنده factor 2، 2 times 6، ال number موجود في time table 3 يبقى 3 times 4، يبقى ال 12 ال factor بتاعته 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12. طيب order of operation عندي plus و divided و plus، هعمل ايه؟ هنزل ال plus زي ما هو واشتغل ال divided عشان هو بيجي الأول في ال order of operation. 90 divided 10 equal 9، الزيرو بتطير مع الزيرو، plus 2 بقى عندي 7 plus 9 equal 16 plus 2 equal 18. طيب أنا عندي هنا النمبر ده long division سهل خالص وممكن أعمله زي ما هو موجود أهو، 620 divided 2، 6 divided 2 equal 3، 3 times 2 equal 6، عامل لهم minus هينزل الزيرو، بعدها هنزل ال 2، 2 divided 2 equal 1، 1 times 2 equal 2، 2 minus 2 equal 0، الزيرو ده ما تنساهوش، divided 2 equal 0، يعني 310. In the opposite bar model عايز ال value of m، والله ال m موجودة فوق، يعني ال m دي total، يعني ال total يعني ايه؟ يعني plus ال 2 number. تعالوا كده بقى نعمل لهم plus، 0 plus 0 equal 0، 3 plus 5 equal 8، 6 plus 9 equal 15 و carry up 1، 1 plus 2 equal 3، 3 plus 1 equal 4، وبعد كده هحط ال 7. Choose the correct answer. The divisor n، divisor هو النمبر اللي بعد divided. طيب square whose side is 8، its parameter، اتفقنا البارامتر بتاع السكوير ايه؟ هو 4 times side، يعني 4 times 8 equal 32 سنتيمتر. طيب the number 30 is 5 times the number ايه؟ يعني كأنه كده بيقول لك 30 اهو equal 5 times a وليكن letter n، يعني ال n ده equal a، والله equal 30 divided 5، يعني equal 6، يبقى letter b. 15 times 3، 3 times 5 equal 15 carry up 1، 1 times 3 equal 3 plus 1 equal 4، letter c. The smallest odd prime number، odd prime number هو 3، ده the smallest odd prime number. طيب the value of the digit 6، فين 6 اهي، هحط 6 زي ما هي وكل اللي بعدها 0، يعني 6 مليون، letter c. طيب 4 times 3000، هنا عمل ايه؟ عمل decompose ل 3000، 3000 عبارة عن ايه؟ 3 times 1000، يعني letter c. Answer the following. A garden in the form of a square، its side length، مديك side. Find the area، والله ال area of a square equal side times itself، يعني 7 times 7 equal 49 centimeter square. طيب بسمة bought 2 liter bottle of milk، she drank، شربت منها 1200 milliliter from the bottle، how many milliliter of milk are left؟ عشان اقدر اعمل للتو نمبر دول minus، ما هي اشتريت 2 يعني ده total، لازم الليتر دي تبقى بالمليليتر، يعني 2 times 1000 equal 2000، 2000 minus 1200 أكيد هتبقى equal 800، والموضوع سهل خالص. تعالوا كده أحلها لكم، 2000 أهي minus 1200، 0 minus 0 equal 0، 0 minus 0 equal 0، طب الزيرو ده هيبقى كام؟ هيبقى 10، 10 minus 2 equal 8، ودي بقت 10 فالتو ودي بقت 1، 1 minus 1 equal 0 فبقت 800 مليلتر. There are 64 children in the playground. They want to make teams with 8 children in each team. How many teams? هم كلهم 64، وهو عايز يعمل teams، كل teams في 8، يبقى هيقدر يعمل كم team؟ يعني هيعمل لهم divided، يبقى 64 divided 8 equal 8 teams.
8 times 8 equals 64. طيب بيقول لي find the greatest common factor of 6 and 12. دي احنا حليناها في اول الفيديو، قلنا 6 عنده فاكتور ايه؟ عنده فاكتور 1 و2 و3 و6 صح؟ وحتى شرحت لكم ان الجريتست كومن فاكتور 6 هو جريتست كومن فاكتور 6 ليه. طيب ال12، ال12 عنده فاكتور 1 و12، 2 و6، 3 و4 يعني 1 2 3 4 و 6 و 12. يبقى هنا الكومن فاكتور ايه؟ الكومن فاكتور ال1 ال2 ال3 و ال6، ال1 وال2 وال3 وال6 الجريتست فيهم ايه؟ هو ال6. وبكده حبايبي نكون خلصنا شيت المراجعه لمدرسه فيوتشر. اتمنى يا رب الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، واستنوني ان شاء الله في شرح المنهج التفصيلي للترم الثاني، واشوفكم على خير وبالتوفيق والنجاح يا رب في الامتحان.